النتيجة الرابع، المركز الرابع، وهو محمد بن سالم السبيعي. محمد بن سالم السبيعي المركز الرابع. المركز الثالث غازي عامر العتيبي. غازي عامر العتيبي المركز الأول والثاني. نبدأ إن شاء الله بالأول، وهو موسى عبد العزيز الموسى. موسى عبد العزيز الموسى والثاني مبارك محمد ناصر الشهري. نشكر الجميع. انتهت تغطيتنا لهذا اليوم لفئة الشقح 45. انتظرونا في تغطيات أخرى. ابتدى الموروث.